السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة لبنى ماهر، مرحبا بكم. فيديو جديد، فيديو خاص ان شاء الله. اليوم غادي نحضر معكم واحد الجينواز اللي كتجي ناجحة 100% حتى للمبتدئات، ومن اول تجربة فكتجي ممتازة رائعة بدون خميرة الحلويات. تبعوا معايا جميع المراحل اللي في الفيديو، ما تحرقوا حتى شي مرحلة، واكيد غادي تنجح لكم واخا تكونوا عمركم ما درتوا جينواز. كيف ما كتشوفوا معايا تجي جينواز اللي هي رائعة رائعة وممتازة كيف ما كتشوفوا معايا. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ما نطولش عليكم، خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمكونات ديال وصفة اليوم ان شاء الله، فحنايا غادي نحتاجو 6 ديال الحبات ديال البيض متوسطين، عندي 2 ديال الساشيات ديال السكر الفاني، عندي 180 غرام ديال الدقيق الابيض و180 غرام ديال السكر سنيدة اولا سكر حبيبات، وعندي هنايا قبيصة ديال الملح. بالنسبة للكمية اللي استعملنا ديال السكر وديال الدقيق، فكل بيضة متوسطة تقريبا كندير لها 30 غرام ديال الدقيق و 30 غرام ديال السكر. بالنسبة للكمية ديال البيض على حساب المول اللي نتوما غادي تستعملوا، فانا هنايا غادي نستعمل هاد المول هذا اللي القطر ديالو تقريبا 22، ما كبيرش بزاف. وبالنسبة إلى كان البيض صغير، فاحنا غادي نحتاجو كل بيضة غادي نديرو عليها 25 غرام ديال الدقيق و 25 غرام ديال السكر. كان البيض أكبر بكثير من هذا، فاحنا غنستعملو على كل بيضة 35 غرام ديال الدقيق 35 غرام ديال السكر، والباقي فتيبقى نفس الشيء. وبالنسبة للكمية ديال البيض كيف ما قلت لكم على حساب القطر ديال المول اللي نتوما غتخدمو فيه. فغنبداو إن شاء الله على بركة الله. هنا كنعزل دابا الصفر ديال البيض من الابيض، كل واحد غادي نديرو بوحدو. صافي غادي نعزل الابيض بوحدو، غادي ندوز. ممكن نتوما تخدمو باش ما بغيتو بالضراب كهربائي اولا بالعجانه. هنا غادي ندوز باش غادي نضيف هاد الابيض ديال البيض العجانة، وغادي نخدموه مزيان مزيان حتى كيولي لينا مورانك. وانتم غادي تشوفوا معايا مراحل كاملة. بعد ما هنايا بدات يدير لينا هاد الرغوه هاد الابيض ديال البيض، فكنبداو نضيفو في السكر سنيده، يعني غير بشويه وهو كيخلط. ما بغيتش نخدمها دابا باش ما نديرش لكم صداع، فغادي نبدا نخلط شويه بشويه بالسكر. غادي نبدا نضيف معلقه بمعلقه شويه بشويه، وغادي نقول لكم حتى القياس ديال السكر بمعلقه كبيره شحال بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الميزان. بالنسبه للابيض البيض مع السكر، فانا كنضيف يعني معلقه بمعلقه، ما كنزرمش، يعني كنضيف معلقه وكنتسنى شويه وكنضيف معلقه، وهو كيطلع حتى يطلع لينا مزيان مزيان، عاد غنبداو نضيفو في البيض. فانا هنايا غادي نضيف هاد القبيصه ديال الملح، وغنضيف كذلك الاكياس ديال السكر الفاني. صافي وغنبقى نضيف السكر شويه بشويه، ما نضيفش كلشي في خطره باش ينجح لينا هاد الجينواز هذا. غادي تتبعوا معايا مرحله بمرحله، راه فالفيديو تيكون تسريعي غير باش ما نبرزتكمش بالصوت، ولكن السكر راه كيبان لكم كنزرب، ولكن السكر راه كندير غير معلقه بمعلقه. صافي غادي نكملوا ان شاء الله. هنا بعد ما ضربنا ابيض البيض والسكر كيف ما قلت لكم، يعني كندير اي معلقه معلقه كيف ما كتشوفوا معايا، ما كيتحركش كيبقى راسي، يعني قلبتو شديتو قلبتو كامل ما كيطيحش. هنا كنعرفوا باللي راه الخليط عندنا ناجح كيف ما كتشوفوا معايا. هنا غادي نبدا نضيف اصفر باصفر واحد بواحد، يعني وانا كنخلط حتى كنسالي الكميه اللي عندي كامله ديال اصفر البيض.
وغادي نتلاقاو ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا هنا بعد ما ضربت هذاك البيض والبيض ديال البيض والاصفر، كذلك السكر الملح والفاني، فانا هنايا غادي ندوز باش غادي نبدا نضيف عليه الدقيق. هنا كندوز باش غادي نبدا نضيف في الدقيق الابيض، وغادي نبدا نضيف غير معلقه بمعلقه. حنا كنخلطوا غير بشويه حتى كندخلوا هذاك الكميه ديال الدقيق اللي عندنا كامله في هذا الخليط هذا. غير شويه بشويه، ما نحاولوش نسرعوا في العمليه، غير شويه بشويه باش يبقى لينا القوام ديال الخليط مزيان. انا هنا كيف ما شفتوا معايا فانا جبت الغربال، يعني باش نتفادى ان يكونوا حبيبات في الخليط، واخا مغربله الدقيق من قبل، ولكن فمن بعد ما كيبقى واحد الفتره غير محطوط فكيدير شويه ديال الكويرات. وبما اننا ما غاديش نخلطوا حنا الخليط لا بضراب كهربائي ولا بضراب يدوي، يعني غير بهالطريقه هذه نتفاداو ان يكون عندنا كويرات ديال الدقيق في الخليط. صافي غادي نكمل بهالطريقه هذه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي ديال الدقيق، ونتلاقاو ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا بعد ما ساليت هذا الخليط ديالي كامل، كيف ما كتشوفوا القوام ديالو كيفاش يكون في الخدمه ديال هاد البيض، والطريقه ديال الخدمه فهي اللي كتخلي هاد الجينواز هذا يجي منفوخ، لان ما فيش الخميره كيف ما كتشوفوا معايا القوام ديالو تيجي على هاد الشكل هذا. صافي غادي ندوز باش غادي نفرغوا في المول. المول اللي فرشت ليه الورق ديال الفرن كيف ما كتشوفوا معايا، وفي الجوانب غادي ندير كذلك الورق ديال الفرن، فانا دهنته بالزبده من الجوانب كيف ما كتشوفوا معايا، فنحاول نلبس ليه الورق. صافي هنا بعد ما لبست المول لبست ليه هذا الورق هذا كيف ما شفتوا معايا، ممكن انكم ديروا غير شويه نازل، فانا قطعت الورقه على زوج. هنايا ما كيتزداوش لان كتكون الورقه ناشفه، فانا درت بيناتهم شويه ديال الزبده كذلك في الجهه الاخرى. صافي فانا غادي نبدا نخوي في الخليط ديالنا اللي وجدنا على هذا الشكل هذا. صافي غادي نخوي كامل، وغادي نبسط ليه الوجه ديالو، غادي ندخلوه يطيب فران على 180، راني شعلت الفران، غيطيب من التحت ومن الفوق، يعني بطريقة اللي هي سهلة كذلك، يعني من الفوق ومن التحت 180 درجة، ما تحلوش عليه حتى يفوت لينا واحد الفترة ديال 25 دقيقة أو 30 حتى 35 دقيقة، ما تحلوش إلا كانت فيه الزجاجة، فانتوما غادي تشوفوا أن الكيك ديالكم بدا كيدهب. صافي ومن بعد ما غادي نخرجوه من الفرن غادي نتلاقاو ان شاء الله باش تشوفوا معايا الشكل النهائي. فانا غادي نبسط ليه الوجه ديالو هذا الشكل هذا، وغادي نتلاقاو بعد ما يطيب ان شاء الله. هنا بالنسبه للجينواز ديالنا بعد ما خرجناه من الفرن كيف ما كتشوفوا معايا، فانا غادي ندوز باش غادي نحلو بعد ما خليته هكا برد واحد الفتره، نحاول نحيد ليه هادشي هدا، نحيدو من الدمو.
كيف ما شفتوا معايا بعد ما بردات لينا جينواز وقطعناها كيف ما شفتوا معايا فكتجي ممتازه. قطعتها على 3 ديال القطع وقطع اللي هما صراحه غلاضين كيف ما كتشوفوا معايا، فممتاز هذا الجينواز هذا. يعني طريقه سهله كيف ما شفتوا معايا وبسيطه، غير تبعوا المراحل فكتكون ناجحه 100%. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. انتظروني في هذا الجينواز، بهذا الجينواز هذا ان شاء الله نقدم لكم بحلوه بسيطه وسهله كذلك. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يروقكم. شكرا لكم على التتبع ديالكم، نلقاكم في فيديو قادم بحول الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.